نادر من الاستثمار للرياضة مثل ما وعدنا مشاهدينا. يقول المثل من شابه أباه ما ظلم، والكثير من الأبناء يشوفون أبائهم قدوة ويقلدونهم في هواياتهم. ما نبي نطول على مشاهدينا، اليوم معانا ضيوفنا أب وابنه وابنه، كان المفروض يكونون أبناء لكن معانا أب وابنه، والابن راح الحين المعسكر مع المنتخب عسى ربي يوفقه. هذا اللقاء بالنسبة لي ليلى قليل من الحنين، قليل من الحنين للبرامج الرياضية، لكن كثيرا من الحب للي قاعدين قدامي. يعني انا احبكم تدرون انت عاد ما يحتاج. صلنا وجلنا مع بعض بكثير من الامور، مدربنا الوطني ولاعبنا القدير الكابتن احمد خلف هذه الساعه المباركه يا ابو خالد، حفظك، ونجمنا الخطاف الغالي والحبيب خالد احمد خلف هذه الساعه المباركه يا حبيبي، ساعتك شايفين منورين. الله يحفظك، حياكم الله، وان شاء الله الله يرد عليه بالسلامه. اللي عرف انه رايح معسكر، صحيح، نعم ان شاء الله معسكر رايحين مع المنتخب، يعني معسكر اعدادي. انزين ايش رايك نبلش مع علي بالبدايه دام انه مو موجود؟ نبلش شيء بس نسخن تسخين، نطفر القدساويه ليلى، نطفر القدساويه. ليش تطفرهم؟ عزيزين على قلبنا القدساويه. وانا بعد والله عزيزين على قلبي. بلنتي علي، بلنتي ولا مو بلنتي؟ بلنتي. لا لا تهمسها كذي، بلنتي بلنتي ما صار في شيء. انا يعني واحد من ربع قدساوي يعشق شيء لونه اصفر، قال لي في احد يسوي فاول بظهره، قلت له بعد هذين اللاعبين كلهم. فيصل طاح، تعور المدافع. زين شنو طاح يعني ما قصدي طاح، يطيح على ريل اللاعب بلنتي. انت عشان اخوه تقول كذي؟ كيفك ابو خالد؟ لا شوف، هو 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 الفاول بالبدايه ما حد كان يحس ان هذا فيها فاول وفيها ركله جزاء، ولكن بعد الاعاده مره ومرتين وثلاث في هناك تدخل من اللاعب فيصل الشطي على علي، لانه طاف علي وما قدر يوقفه صراحه، يعني لو ماشي ممكن ينفرد يعني، بس هو اللاعب صراحه ذكي، قط جسمه على علي، ومن سوء حظه ان علي كان ريله ورا اليمين، داس على ريله اليمين، واضح انه هو طاح على ريله اليمين. تقولونها بلنتي؟ بلنتي. زين ما راح نقلب استديو تحليلي اكيد، لكن يعني لو ما في فار ما يحسب. وهذا اللي صار انه رجع عليه التقنيه ما يحسبها، صح؟ نادر تقول انت ما تبي تقلبها استديو تحليلي، لكن الوالد وابنائه لما تشاهدون او لما تشوفون مباراه في الديوانيه، صح خالد، هل الوالد يحل لكم المباراه نفس ما تفضل الان حلل البلنتي؟ صح الحين يمكن كل واحد مشغول وما يعني مو نفس قبل نعم. الكل كان يحلل بالديوانية بالبيت كل مكان، حتى يمكن البنات يحللون عادي، لأنه أسرة رياضية فخلاص تعمقوا بالرياضة. فالحين يمكن ما قمنا نشوف الرياضة نفس قبل، يعني صراحة بس مباريات العربي اللي قمنا نتابعها فقط لا غير. يعني قبل الرياضة تغيرت، يعني الكل يدري، مو بس نادر، ما أبي أقلب المواجع، يعني إحنا الرياضة عندنا باكر حدث كأس آسيا الكويت موجودين، صح. فيتنام، مع احترامي الشديد فيتنام والهند والفرق هذه يعني المنتخبات، واحنا ما نشارك ما يصير، هذا ظلم. انت قاعد تبطل بيبان وبنرجع لها، وليش لا ويا ليلى ممكن نشير لها، لكن ابو خالد تنعس عن التدريب وصرت متابع. خالد بعد الاعتزال ذكرني، ترى انا هم الممري قام يقل، انت سويتوا شيء مباراه اعتزال؟ لا الحين. وليش شناطر الحين ما سويت مباراه؟ انت بس خالد الحين اللي نعرفه، خالد خلاص مشوار الكره وانتهى، حط نقطه على صدر. الحين اقول لك ليش ما سويت مباراه اعتزال؟ مباراه اعتزال انا كلمت رئيس النادي الاخ عزيز عاشور، فقال لي روح سوي كتاب، سويت اول مره كتاب، بعدين صارت في مشاكل كورونا، بعدين بعد الكورونا مرت علينا ظروف المباراه ما يمديني، يعني نادر في سنه من السنين 21 او 22 ما مداني احط برنامج حطوا المباريات بعد اسبوعين. فبعدين صار في تشكلوا برئاسة فواز الحساوي، تذكر الاتحاد المؤقت بعدين صارت مشاكل، بعدين يعني ما مداني. خالد طالب مباراة القادسية. لا أنا ما أخذ يبا، أنا ما أخذ كتاب من يعني عزيز عاشور، وفي أربع لاعبين قبلي دقوا علي، حتى الأخ فؤاد المزيد يبا أحمد قال لهم تبون أي شيء حق مباراة القادسية كلموا خالد خلف. لا. يعني المباراة حقي أنا، الأولوية لك، الأولوية لي. بعدين نزل قرار مجلس إدارة أن ما حد يأخذ مباراة القادسية، بس أنا الحين ما ناقشتهم، ما حد ياخذ مباراه القادسيه. هذا الكلام اللي انا وصلني، يعني الحين اي اسف ليلى، اي لاعب الحين ما يبي يعتزل ما راح يعتزل قدام القادسيه، هذا اللي وصلني، لكن انا ما اخذ كلمه من الاخ عزيز عاشور. ما ادري ابو خالد تعليقك.
لا انا ما ادري والله عن الموضوع، بس اعتقد اني سمعت يعني عن الموضوع ان ان ان, إن نادي القادسيه يعتبر نادي جماهيري. لا. ونادي لا. مدخوله يعني مدر حق النادي، ويعتبر يعني اضافه للنادي ماليا. فاعتقد يمكن هذا القرار انهم الاداره قررتها انهم ما يعطون اي لاعب بس للغرض المادي للمدخول على للنادي بس. جميل. ولا هو ما يعني مو مفرقين فيه عن اللاعبين، يعني يقدر يروح حق نادي الكويت، يقدر يروح حق نادي السالمي، يقدر يروح. جميل. وخالد، علاقه احمد خلف مع خالد وعلي، وخلف ايضا لاعبين ثلاثه ابناء عسى ربي يحفظهم، انت فرضت عليهم العربي اذا بتلعبون كره العربي، ولا خليتهم على راحتهم؟ لا طبعا، انا لما دشيت مجال التدريب في 93، يعني خالد كان عمره 10 سنوات، ما شاء الله 10 سنوات، 83 93 10 سنوات، ف عنده شفت الميول الرياضيه، عنده الميول لكره القدم موجوده، هذه جينات بعد ما تقدر تشيلها. صح. فمعاي بالنادي وخليته مع الفريق مع البراعم ومع الاشبال، ومشى خالد ما شاء الله يعني، وكان صراحه مميز يعني. حتى خلف وياه، خلف يعني بينهم يمكن بين خالد وخلف سنه واربعة اشهر، بارك الرحمن. اي فاهم، خلف نفس عمره ودش وياه. طبعا اليعده هذا علي هو المشكله. مشكله. اي مشكله هذا، لان انا على كبر وديت النادي، وهو اكثر واحد حصل يعني ضرب على الافا على قولتهم. لا اله الا الله. اي يعني لا يعني قصدي تعلم. إيه؟ خالد انا ما دربته وايد الا بالفريق الاول. المراحل السنيه ما ابدا ما قضبته يعني، لان على طول انا خالد من صعد انا رحت درجه اولى، بعد نزلت للناشئين، خالد راح بالدرجه الاولى، انا قعدت بالناشئين. صحيح. فعلي كان وايد معي بالناشئين. يعني رصيت عليه وسويته يعني لاعب صراحة. ما شاء الله. طبعا خالد يعني يمكن من اللاعبين اللي أنا وايد كنت قاسي عليه يعني وايد لما مسكت الفريق الأول، لأن تدري بعد الأبو مدرب ولعب ولده ولعب. صحيح. هذا وهذا. صحيح. فاللاعب يعني خالد ما يحتاج أنا لعبه، خالد مجهوده داخل التمرين يفرض نفسه، يفرض نفسه في بعض المرات. لا يمكن ما كنت أنزله، يمكن مستوى ينزل مستوى يعلى على حسب أدائه داخل الملعب. ويمكن هو أنا صريح وياه مرات أقول له يبا أنت اليوم ما تلعب صدق يعني يضيق خلقه وهذا، ويقعد. وفي مباريات وايد قعدت على الخط ولعبت الشوط الثاني ونسنا حط أقوال وأبدع في كل شيء. ما شاء الله. بس هو ترى راح نتكلم عن صراحة الوالد، بس يتفضل تعليقك على الكلام. أنا هو سبب من الأسباب اللي ما خلاني أحترف. ما خلاك تحترف؟ ما خلاك تحترف. موسم ما اذكر اي موسم، بس كانت اربعة كنت انا أشهر. مدرب 2008 اي 2008 2007 2008 2007 2007 2008 عندنا كاس اسيا، تصفيات كاس اسيا، يعني انا ما راح العب وايد هناك وبالسعوديه، ومشاركين دوري ابطال اسيا الفتره اربعة اشهر نادر. بس دقيت عليه تليفون قلت له ترى الحين جاي المندوب، كان جاي مو المندوب امين السر، يعني احمد عجب الله يذكره بالخير دكتور احمد عجب، قال لي الحين بيوقعون وياك. قلت له شلون يوقعون وياي احنا بالفندق؟ دقيت على ابو عبد الله وسام حسين قلت له دق على ابوي على ما اطلع واخلص. دقينا عليه تليفون كان هو مدرب الفريق، كان يقول لي لا ما تطلع ما انا محتاجك. قلت له ايش تحتاجني انا ما احتاجكم. قلت انت ايش تبي فيني اربع اشهر انا ما راح العب فخلني اروح. فهو يعني في اسباب وايد انه ما خلاني احترف. نعم. لا كنت في حاجه يعني كنت في حاجه حق خالد يعني فريقنا كان احنا ما هو يعني فريق وكان عندي مهاجمين يعني، بس كان خالد اضافه مع المهاجمين، كان عندي فراس كان عندي اسماعيل وخالد يعني ما وكنا منافسين في الدوري. صح. فما حبيت انه يروح مع انه يمكن انا بوجهه نظري كان المبلغ جدا زهيد. المبلغ انا اللي كان وقته المبلغ المعروض ما كان يعني اقل من اللي يستحقه خالد في وقته، ما خلاني اوافق على خالد صراحه. نعم. وامين السر بعد ما انا بديش هذا مهم موضوع يعني. احمد خلف نجوميته ما تخفى على الجميع. نافع محمد الفيلة يقول شكرا لكم لاستضافه النجم احمد خلف، واتمنى تعميم ثقافته الكرويه الهجوميه حتى تعود المتعه للكره الكويتيه، واتمنى ان يكلف بتدريب المنتخب الكويتي لان ثروه قوميه للكويت وثقافته الكرويه ستعود بالازرق لمنصات التتويج، ولكم جزيل الاحترام. لو احمد خلف كان مدرب الان، هل كنا راح نكون متاهلين وباشر مثل ما قال خالد مع بعض الفرق؟ لا والله شوف يعني كلامه صراحه انا اشكره، اول شيء اخوي نافع الله يعطيك العافيه، ومشكور على هال الاطراء الحلو والجيد.
طبعا احنا الحين كبرنا وشيبنا بعد خلاص احنا الحين يا الله نشيلنا ريولنا. فيعني لازم عندك انت استراتيجيه. صح. يعني استراتيجيه التدريب. يعني فريق مثل اللي يدرب العربي، اللي يدرب الكويت، اللي يدرب القادسيه، دائما يتمنى الفوز. اكيد. والفوز شلون يجيك؟ ما يجيك من خلال الدفاع، يجيك من خلال خطتك الهجوميه. فانا دائما كنت العب مهاجم يعني خالد، ما اهتم بالدفاع. مع انه اذا انت تبي تاخذ الدوري لازم يكون عندك دفاع قوي. صح، وهذا معروف على مستوى العالم، دفاعك قوي تاخذ البطوله. احنا هجومنا قوي، دفاعنا ضعيف. هذا للاسف. ابو خالد، يعني انا برجع في سياق الحديث مع ليلى، تبارك الرحمن، يعني اللي يذكر ابو خالد احمد خلف يعني كان في فتره لا قلنا الجيل الذهبي على مستوى المنتخبات او حتى على مستوى الانديه، لكن يبدو في صفه مشتركه اثنيناتهم انظلموا في عدم ضمهم للمنتخب، لكن طالما طروا علي للحين في المعسكر واضطريت اسامه وقاعد تتكلم عن ان انا اشد على علي، وعلي ما زال يزاول اللعبه مع فريق العربي. قبل ثلاثة ايام كانت في لعبه العربي مع الفحيحيل في الدوري. صحيح. خلينا نسمع اسامه حسين في البرنامج الزميل برنامج بالسنتر شنو قال عن ابو خالد احمد خلف اللي كان قاعد يتابع مباراه العربي الفحيحيل. سمع. اليوم من قاعد يشوف المباراه معي؟ منو؟ احمد خلف. ايوه، ابو اللاعب. شوف سبحان الله، هذا يعني تحس انه مدرب فاهم. احمد خلف، شوف ولده تيش يقول اول نص ساعه، هو بدل اول 35 دقيقه، اول نص ساعه تيش يقول لازم يتبدل. عن ولده، عن ولده. شوف مو قاعد يمسك كره عشان تحس انه، شوف احمد خلف شلون يحب العربي اكثر من ولده. اي يعني قال لا سبحان الله، كنا سمعه المدرب. ولا مستحيل انت تفكر انه يطلع علي خلف اول 35 دقيقه. لكن اللي تابع المباراة ليلى، يعني في عالم كرة القدم انك تبدل لاعب، وخالد تدري اذا ما هو طلب التبديل واذا ما هو كان مصاب بسم الله عليه، صحيح، يبدله قبل نهاية الشوط الاول في دروب في اللاعب. انت قاعد تتابع المباراة ابو خالد وانت تنبأت ان اللاعب لازم يتبدل اللي هو ولدك علي. والله انا اشوف يعني علي دائما قبل ما يروح المباراة يمر علي اعطي شوية تعليمات يعني بسيطة. ذاك اليوم ما شفته، انا كنت في البر وهو رايح للملعب. فتفاجأت أنا أنه هو لاعب أساسي. تفاجأت. إيه، لأنه هو دائما مدرب يحطه في الشوط الثاني. صحيح. فقلت زين اليوم علي يعني خلي يعطي من مستواه يعني. أول لمستين، ثالث لمسة. أنت عرفت. قلت علي اليوم مو جاهز. علي اليوم مو طبيعي. يعني ما في لاعب تيل الكرة ثلاث مرات تروح منه بسهولة. يطيح الكرة. وكان يطيح، وكان هذا ما أدري شنو كان فيه، هل هو مريض مو نايم؟ في عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة ما أدري. حتى يعني 20 دقيقة قاعد أقول حق أسامة لازم يتبدل هذا. شو أنت قاعد تقول؟ إيه؟ قلت له ما يصير، هذا قاعد يعطي شكله بالملعب مو عدل. فيقول لي لا يبا روح يبدله. شو يبدله؟ قلت له والله راح تبدل. شو واحد يقول لي أنت شنو تبي تكسره؟ قلت له اخواني اللي ببدل، المدرب يبدله. وبالفعل صدقت رؤيتك والمدرب بدله. 36 المدرب بدله. صحيح. وهو طلع مستانس لانه يدري مو متضايق. يعني مو متضايق. اي مو متضايق، مقتنع ان انا ما اديت. لانه ما عطى. انا اعرف علي يعني لاعب وعنده مهارات وعنده امكانيات وعنده تسديدات وعنده كل شيء، عنده كرات عرضيه. بس ذاك اليوم انا ما ادري شنو كان فيه، واتمنى ان شاء الله. انا قضبت عقب المباراه بالليل يعني الغرفه وهذا، قلت له عاجبك انت اليوم لعبك؟ ساكت طبعا ما يتكلم. انا اتكلم هو ما يرد. العسكري الظاهر حتى في البيت. يوم كان مدربك وابوك كان كذي هم شديد وياك؟ اي وايد اكثر من كذي بعد، لانه هو كان مدرب وانا كنت بارز. فاذا لعبت قالوا ابوه ملعبه، زي انا صعد فريق اول وابوي ما كان مدرب. انا صعدت مع الفريق الاول وابوي مو موجود بالفريق الاول، ابوي بالناشئين تحت 12 تحت 10 سنين مدير قطاع الناشئين، انا ايش علي؟ صار مدرب قالوا هذا ابوه لعبه. في مباراة انا مو موجود بالملعب، انا موجود ابوي مدرب، انا بالبيت. دق علي واحد من ربعه يقول، في واحد من الجمهور طلع ولدك طلع ولدك، انا مو موجود بالملعب. لف عليه واحد من الجمهور كان يقول، واحد من ربع هم دق علي كان يقول لي ترى خالد ما قاعد يلعب. يعني شوف الناس لاي درجه. فعادي، انا متعود على هذا الشيء، سواء كان بالتمرين الوحيد اللي ينزف انا. لا طبعا شوف انت مو بس خالد، يعني امانه يعني اسال اي لاعب. اللاعبين اللي كانوا عندي من جيل خالد عبد القدوس، صح، مواليد 79 80، محمد شراق،
هذول كلهم انا دربتهم بالمراحل السنيه. اسالهم قول لهم شلون كابتن احمد خلف يعاملكم في الملعب غير وبرا الخط غير. صح. بالملعب مثل ما قلت عسكريه إيه؟ ولعب خارج الملعب ابوهم. صحيح. اطلعهم اونسهم اضحك وياهم اتغشمر وياهم الليمت مفتوح وياهم برا الملعب بس تحتويهم. داخل الملعب لا ابدا انسان ثاني. فهم يعني هذه طريقتي وهذا اسلوبي حتى مع خالد مهما يكون حتى مع خلف حتى مع علي. بس ابو خالد بالنسبه لهم انت والدهم وهم راح يشوفونك برا الملعب وخارج الملعب انت ابوهم عدل ولا معدل خالد طبعاً. فهل هذا الشيء ياثر بنفسيتكم ياثر على اللعب هل اثر على موهبتكم ام لا؟ طبعا لا لان انا عشت مع ابوي واتمنى هذا الشيء. اليوم صار لي موقف على طاري هالموضوع قاعد اقول حق واحد من ربعي ولده ما شاء الله الحين بيكمل 18 سنه من طقتي فولده قاعد يلعب فريق بنادي اليرموك فقلت له اروح كل مباراة قلت له انا عمري طول عمري وانا لعبت بالنادي ابوي ما طوف لي نص مباراة ما شاء الله بالنادي العربي انا اتكلم عن نفسي انا الوحيد يمكن اكثر من الباجي الحين ابوي ما يروح مباريات ولا اي احد من اخواني يمكن انا الوحيد بالمنتخب نادر تحت 12 14 16 منتخب برا معسكرات كل مكان ف قاعد اقول لهم ان خل هذا الشيء هذا راح ياثر على طاري كلمتك ان 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 هل ياثر فينا سلبي؟ لا حمد. لان احنا عارفين هو شنو فاحنا ندري شنو هو يكون في الملعب تمام. احمد خلفي طبعا زملاء والجيل الجيل الذهبي الجميل الجيل الذهبي الجميل ايام مثل ما تفضل الكويت اسمها مرفوع بالكره صح. ما يصير تكون معنا وما يتصل فيك احد اللاعبين واحد زملائك معنا الان اللاعب احمد عسكر لاعب منتخب الكويت نادي عربي سابق يا حي الله ويا هلا مرحبا فيك يا هلا فيك حياك الله اختي اهلا فيك هلا والله ابو عبد الله مو عوايدك شيك مستحي لا مو عوايدك حسيتك مدرس فيزياء صاير كلش الحس لا بالبيت بالبيت بالبلبل طلال ويا الجنس الناعم اصير خجول الله يبارك فيك ابو عبد الله الساعه المباركه الله يحفظك يا ابو اسم احمد عسكر من الاسماء اللي اكيد خدم الكره الكويتيه وين ما كان اليوم ويانا العزيز والغالي احمد خلف وولده خالد احمد خلف واكيد باتصالك راح نستمتع اكيد وياك والنعم فيهم ويعني انت مقابلين الناس يعني انا اقدرهم وخاصه يمكن من جيلي ابو خالد احمد خلف يعني اللي انا تعلمت منه شيء الكثير يعني للامانه يعني بطلعهم. ابو عبد الله منو تشوف من عيال الكابتن احمد خلف يلعب نفس ابو اليوم؟ من عياله؟ اي لا عياله انا اشوف يعني اتكلم بصراحه انا اعتقد احمد خلف فريد من نوعه يعني كأسلوب لعبه يعني يمكن ابو خالد كان غير بالملعب كان صح. كان هداف يعني كان يقول من انصاف الفرص مثل ما يقولون يعني كان عنده اقوال ابو خالد عجيبه وغريبه ما شاء الله يعني ما تي على البال يعني في كرات مستحيل تدش بالجول ابو خالد كان يقولها يمكن خالد لا خالد لاعب سريع مراوغ وخالد تقريبا لعبه شبيه للعب اخوه علي يعني اثنين علي وخالد شبيهين تقريبا باللعب بس يعني مع احترامي لهم ابو خالد غير وعياله غير الله يحفظك وعبد الله المواقف اللي جمعتك مع الكابتن احمد خلف ايام العربي اللي كان ايضا يحقق الانجازات والبطولات اثناء ما كنتم في فريق واحد اكيد في مواقف جمعتك مع ابو خالد اثناء في بعض المباريات موقف تقول لحد الحين والله عالق في الذهن وما انساه شوف وايد مواقف ابو طلال يعني للامانه بس في انا يذكرني هدف ابو طلال كان على كابو يعني كان المفروض انا اسجله شنو ما ادري اعتقد عبد الله بلوشي شات الكره على الجول كان لعبتنا ويا كاظمه
ردت من الجول شي بطلال انا باخذها وبحطها بالجول ولا جاي ابو خالد من وراي هو اللي حاطها باقه مني ما شاء الله. الحين ابو عبد الله راح نشوف الهدف اللي كان صناعه احمد عسكر صناعتك واللي سجله ابو خالد احمد خلف نشوفه اعتقد على القادسيه نشوف اذا انتم كنتم متفقين على الهدف ولا متدربين عليه ولا لا خلينا نشوف الجول ونرجع لكم تفضل لا الكويت اعتقد هذه القاسيه مثل ما قال ابو عبد الله صح صح كاظمه هاي تذكر اي موسم ابو خالد تذكر اي موسم القادسيه اي هذه القادسيه اي مو هذه مو هذه على كاظمه هذه القادسيه اي موسم القادسيه تذكر اي موسم هذا 79 81 79 80 79 80 هني هذه اخذنا فيها الدوري لان هني انا اقرع في الكليه صح 79 هذا فهني تعادلنا مع الغاتسية 1-1 وكانت منافسة بينه وبينهم جدا يعني قريبة كلش اللي هي آخر مباراة لعبنا فيها على الشباب إيه ها يقول أبو عبد الله هذا القسم الأول كابتن أحمد إيه بالقسم الأول القسم الأول القسم الثاني تعادلنا 2-2 هم حطيت جول وبلوشي جول اي نعم إيه. هذه من الذكريات الجميله والمتميزه احنا حبينا تكون ويانا ابو عبد الله الكابتن القدير احمد عسكر نستمتع بوجودك دائما وين ما تكون عسى ربي يوفقك بقول لك شغله ابو طلال بقول لك شغله قبل ترى ابو خالد يموت على لعب السكه لا اله الا الله يحب لعب السكه ابو خالد يحب لعب شنو؟ حتى يوم كان يلعب بالفريق الاول كان يزرق يروح يلعب بالفرجان كنا ناخذ نيبة الجابرية اللعبة ويانا بس ابو طلال ابو عبد الله لعب السكة طلع هدافين عدل لهم عدل عافية عليك نعم هو المصدر الرئيسي للاعبين الموهوبين نعم الكابتن احمد عسكر شكرا جزيلا لمداخلتك كل الشكر لك كل الشكر على وجودك معنا ان شاء الله شكرا في مواقف يعني مو مواقف ولكن مواقف داخل الملعب يعني ابو عبد الله كنا بلعبة الشباب مع الشباب على ملعب شركة نفط الكويت آخر مباراة لنا بالدوري بتعادلين مع القادسية احنا فرق نقطة عن القادسية اعتقد نقطتين القادسية يفوزون واحنا نخسر نتعادل نلعب فصالة مغلوبين 1-0 احنا ضد الشباب وعسكر ما شاء الله عليه توه 18 سنة دجزة وانكاي معنا حلو مضايقين حاولنا بكل الطرق نقول على الشباب ما في ملعب صغير ملعب محكور أرضية تعبانة ما قدرنا شيء من الله سبحانه وتعالى عسكر وداها شمال يابها يمين كان يرقعها عاد ولا تسديدات والله لا. العظيم دشة الكرة الجول احنا اللاعبين ما ندري وين قاعد نروح اللي يطلع برا اللي يطامر اللي يصير اكو صورة كرم قاعد يدعي محمد كرم إيه؟ قاعد يدعي وعدنان عبد الله ساجد وانا ماسكهم صوره جميله وحلوه والله عندي اياها في البيت معبر على يعني هذه الصوره صراحه معبره عن حاله المباراه ذاك اليوم ابو خالد يعني هذا الجيل وهذا الوقت البعض قالوا ان احمد خلف للزخم اللي كان فيه نجوم ظلم في عدم ضمه في اكثر من ناسه المنتخب خالد يبدو انت هم عانيت ذات الامر أنا مو قاعد أمدحك هذا الجمهور يقول هذا الكلام مهارتك التزامك أدائك ستايلك في الملعب لكن أيضا كان قليل عملية ضمك للمنتخب في أكثر من مناسبة في عامل مشترك فيما بينك وبين الوالد حز بخاطرك في هذا الوقت أكيد طبعا يعني لما أنت تشوف الناس كلها تتحكي عنك بالكويت إن اللاعب رقم واحد خالد أحمد خلف خالد خلف الجمهور يعني حتى أنا بالملعب أنا أدري شنو قاعد أسوي يعني لما ألعب ضد الفرق الكبيرة لما يضموني المنتخب ليش ما لعبني فأقعد مع المدرب فبعدين في الموضوع مو من المدرب في تدخلات خارجية نعم. يعني هذا الشيء بالكويت موجود وما زال موجود وأتمنى أنه ما يكون موجود يعني اللاعب المميز بالنادي ما يلعب بالمنتخب ليش لاعب بالمدرج يلعب ايوه مدرج يلعب أساسي. مدرج ويروح المنتخب يلعب أساسي صح لا شوف هناك يعني الكل عارف أنه حتى في الأندية حتى على مستوى الأندية إذا كان المدرب ضعيف شخصية أكيد راح يأثرون عليه الإدارة أو مدير النادي أو مدير الفريق أو رئيس النادي أيضا نفس الشيء الاتحاد اتحاد القدم كان فيه تداخلات 100% وأنا متأكد من هالموضوع لأن احنا دربنا
المنتخب انا وكابتن محمد ابراهيم. صحيح. فهناك تدخل يعني تدخلات ضغوط وليس تدخلات ضغوط يضغط عليك. لعبه 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 لعب هذا لعب هذا فانت ما تقول هذا هذا رئيس اتحاد مثلا خلنا اضم اللاعب ولا لاعب اللاعب حتى على على على, على ضم اللاعبين يعني خصوصا اللاعبين على مستوى الناشئين مستوى 20 17. هناك تدخلات من الأندية لضم بعض اللاعبين. أنا أقول اللاعب المميز راح يبين حتى لو أنت ضميت لاعب ما هو ذاك المستوى. نعم. بالملعب راح يبين راح يكشف ينكشف داخل الملعب قدام الجمهور قدام الجمهور يشوفون عطاء يشوفون أداء. فإن شاء الله مثل ما قال خالد أنا أتمنى أن هذا الموضوع ننتهي منه نوخر عنه خلنا نعطي كل واحد حقه في المنتخب كل واحد حقه في النادي ويبرز اللاعب ويشوف مستواه يعني. فعلا الآن خالد الفرق بين الجيلين نشوف الوالد الله يحفظه يتكلم بشغف عن الكرة ويذكر أهدافه السابقة في جميع المواسم. الآن أنتوا الجيل الجديد أنت وعلي وخلف هل تتحدثون بنفس الشغف عن الكرة مثل ما الوالد يتحدث وتذكر كل أهدافك والمواقف اللي تحصل معك؟ في مواقف ما تنسي. نعم. في أهداف ما راح تنسي لكن حتى احنا وجمهور الكويت كلهم يتحجون عن جيل الثمانينات. اكيد هذا شيء من سابق المستحيلات ان احد ينسى هذا الشيء. يعني احنا لما نتذكر العربي نتذكر روح الثمانينات والسبعينات اللي فيها البطولات. يعني احنا لما صعدنا الفريق الاول نقول تذكر منه كان موجود تذكر مثلا اللي شفناهم اسامه ولا اللاعبين اللي اقدم ولا عبد الله بلوشي احمد عسكر. في احد ينسى عبد الله بلوشي؟ مستحيل احد بالكويت ينسى عبد الله بلوشي. فهذه ذكريات بالكويت عامه وليس الجيل الحالي والجيل القديم. يعني احنا لما نقعد مع بعض اي تذكر شنو سوى بس تذكر العربي كانوا يقولون ليه الدقيقه الاخيره للدقيقة الأخيرة روح العربي موجودة بالملعب. فهذا الفرق بين الجيل الحالي والجيل مثل ما تفضل تذكر دائما الجيل القديم والجيل الثمانية. أنتوا في جيلكم الآن في مبارياتكم الحالية هل تذكر كل مباراة أنت فيها مباراة الأهداف المواقف اللي مع أصحابك ولا اختلاف الجيلين خلى اختلاف الشغف يختلف؟ لا صراحة اختلاف يمكن هم عندهم أمور بينهم يمكن يسووا أكثر من الجيل الحالي يمكن اختلف الجيل الحالي عن قبل. بس أنا بالنسبة لي لحقت على مو الجيل الثمانينات لحقت على جيل التسعينات وخذيت منهم وايد بأسلوبهم ومشيت وياهم لأني عاشرتهم ورحت معاهم معسكرات ولعبت وياهم وصلت الفريق الأول شفت روح الفريق الأول اللي هو من جيل الثمانينات ما زال موجود بالفريق. بس بعدها بفترات يعني مرت سنين لا تلاشى هالشيء هذا مو موجود بالفريق. إضافة بسيطة حق خالد يعني هذه الروح والله يا أبو طلال صاج جتنا من مدرب صراحة مدرب ما راح ينسى النادي العربي ديفيد مكاي. يعني أنا في موسم من 69 آخر بطولة كاس ليه 79-80 احنا أخذنا الدوري. صح. كل هالسنين مدرب بلغاري مدرب تشيكي مدرب هنغاري مدرب فما كان المدرب اللي على مستوى. الله يرحمك محمد الملا جاب لنا مدرب مكاي رحمة الله حطه بهالنادي شاف المجموعة. بخالد أنت كنت وياه من البداية؟ من البداية هي من 77 هو يا 77-78. هل كان في مفاضله بينه وبين مدرب اخر ولا لا على طول هو يا على طول لأن سمعت عن حكي انه يقول لك كان في مدربين عالميين فيرغسون كان حتى مدرب هم انجليزي مو فيرغسون فيرغسون بعدين يا قبله لا سير اليكس فيرغسون مال مانشستر قالوا ان هو كان في مفاضله بينه وبين ديفيد مكاي. اعتقد هو اذا مو هو يمكن كان واحد ثاني بس يعني مكاي اسكتلندي صح عنيف قوي شخصية يعني مدرب كان أعطانا الروح اللي إحنا إذا ما عندنا لعب عندنا روح ما عندنا لعب عندنا لياقة فأعطانا هذا الموضوع صراحة. أنا يعني الله يرحمك يعني هذا المدرب خلق فينا الروح القتالية داخل الملعب. أذكر موقف بسيط علي منداني قاعد يلعب أذكره بالخير أبو عبد الله ونعم فيه علي وايد يلعب قلبه إيه وايد مكاي يلعب ويانا تقسيمه عمره يمكن 55 40 ويا تقسيمه وشمال باكو هو عنيف كان يطق علي منداني طق هني كسر حاجبه هني يطلع دم وراح قال له يدز علي منداني قال له بلاي شال هذا شال اصوابه علي منداني رايح من هناك كان يروح له
بوم ولا شايل علي مندني. شايل علي مندني قال له سيم يو بلاي اي بلاي، مثل ما تلعب انا العب. انا العب. فاقول لك شوف الروح اللي اعطانا اياها. هذا المدرب اللي يزرع. شوف الوالد الله يحفظه بعد ما اعتزل تنعز، مسك القطاع الناشئين، درب الفريق الاول، حقق معاه بطوله كاس الامير بطوله غاليه، درب المنتخب مع محمد ابراهيم. خالد انت يوم تعد وقلت لي قبل شوي ان حتى مباراه اعتزالي ما صارت، لكن انت لا الجانب الاداري قضبت لا الجانب الفني كمدرب حلو. ولا مالك في السكه صارت؟ لا انا لي في السكه بس تدريب صعب علي. مو صوب التدريب. لا لان راح اعصب وايد. انا وايد اعصب. وايد عصبي فما اقدر امسك نفسي. فالجانب الاداري بتاخذ اداري مو مشكله عادي، بس الحين ما حد كلمني، ما حد طلب اني اكون بالفريق. يعني ما يعني في احد عرض عليك خالد؟ اي عادي ما عندي مشكله، انا اخدم النادي العربي. انا يعني لو اوريك انا شنو حب النادي العربي راح تستغرب. حب النادي لا العربي. انت نار وشرار خالد. اكيد ما راح يقول ما يجينا. لا طبعا طبعا تدريب لا نار وشرار. لا خالد ما يصلح التدريب. تدريب ما انفع. ما انا اقول لكم ما انفع. ما يصلح كإداري. مع انه عنده ماجستير تدريب ما شاء الله تبارك الرحمن. دكتورة خالص ان شاء الله بس ماجستير تدريب يعني عنده. فاقول له انت ليش ما تستغل الدراسه اللي درستها وتعبت فيها ورحت روح خذ تدريب. اقول لا يبا ما اقدر. هو يقول لك انا قاصر حق لانه ما راح اقدر. ما اقدر صعب ما اقدر امسك. فيبي له هو التدريب هوايه، حب، شغف، ابتكار. اذا ما عندك الامور. منو من مدربنا الوطنيين اللي يعجبونك ابو خالد اللي قاعد تتابعهم الحين مدربينا الوطنيين؟ يعني محمد ابراهيم والنعم فيه الله يقوي ويعطي الصحه والعافيه، شيخ المدربين صالح زكريا والنعم فيه، لكن اتكلم عن مدربين الفتره الحاليه الوطنيين. انا والله كنت معجب في مدرب اللي هو ظاهر العدواني صراحه. نعم. مدرب نادي النصر. ايوه نعم ابو محمد. مدرب صراحه انا وايد معجب فيه من زمان، مو من الحين، يمكن من 4 أو 5 سنين او 6 سنين، حتى لما كان في مراحل سنيه مع نادي النصر. نادي النصر كان اول، بعدين راح القادسيه مراحل، بعدين رجع لنادي النصر. هذا المدرب صراحه عنده فكر، عنده اختيار اللاعبين الجيدين، وعنده يعني مجموعه حلوه هذا الموسم، وايضا يعني مجلس اداره نادي النصر يعني مو مقصر وياهم. فهو اعتقد ان بالنسبه لي انا هو افضل مدرب حاليا على مستوى الكويت المحلي هو ظاهر العدواني. اللي قاعد يقوله ليلى ابو خالد على مستوى المدربين المحليين. نعم. بالفتره الاخيره لما نسولف عن اللاعبين، يعني قبل الحين لو انا اقول لك ليلى تذكرين اسماء اللاعبين راح تذكري لي على الاقل 15 اسم. فعلا. لكن الحين انا لو قولي لي اذكر لاعبين هالجيل الحالي يمكن انا ما اتذكر اسامي وما راح اطلع لك 15 اسم. صحيح. الا اسم ثابت بدر المطوع. هذا الجيل احنا نتكلم، تخيل على مدى 20 سنه ليلى اسم بدر المطوع صار ربي يحفظه لحد الحين هو اللي يتداول. ما صار يلعب. ليش ما عندنا اسماء لاعبين؟ يعني مع التقدير لبندر السلامه، مع التقدير لشبيب الخالدي، مبارك الفنيني، علي خلف، لكن لحد الحين ما عندنا اسم فارق. خالد مواهب اختلفت؟ مو بس المواهب، الرياضة عندنا اختلفت، صارت حاليا بس احتراف. أهم شيء عندي الراتب وإني أحقق بطولة حق النادي، سواء لعبت بالمنتخب ما لعبت بالمنتخب ما همني، تفرغ كامل، معاشي يمشي اللي هو الاحتراف. فأنا شنو بفكر؟ هذا لازم يزيد من عطائهم. لا ما راح يزيد سفانيهم. أنا على جيلي يا أبو طلال يمكن يعني يمكن آخر كم موسم بس كنا ناخذ فلوس إحنا اللاعبين اللي اسامينا بارزه، انا بدر، يعقوب، وليد، هذي اللاعبين اللي بجيلي. تدري انا لو يدفعون لي هذا المبلغ تدري شنو اسوي بالملعب؟ اللي قاعد يدفع الحين قصدي. اللي قاعد يدفع الحين إيه؟ يعني في لاعب ما بدون ذكر اسامي بس بتكلم عن المبلغ يعطونا بالموسم 100,000 دينار كويتي. هذا المفروض ياكل الثيل. هذا يلعب اساسي بالمنتخب، الفنيله ما تنقط. شوف بدر المطوع اقرب مثال حقهم هذيلا كلهم. بدر لليوم قاعد يلعب عمره 39 سنه الله يحفظه. هو الفارق تبارك الله. اليوم اتوقع عيد ميلاده بعد كمل 39 سنه عشان اقول لك على العمر بالضبط 39 سنه وللحين قاعد يلعب قاعد يقول قاعد يصنع افضل اللاعبين صراحه. يعني انتم يا الشباب ليش ما عندكم هالدافع؟ ليش ما عندكم دافع بدر المطوع؟
خالد يمكن قبل شوي ابو طلال ابو عبد الله تكلم احمد عسكر قال يمكن احمد خلف ابو خالد يحب لعب السكه، قلنا اللعب هذا انتم كنتوا مثل ما تفضل خالد الان ربما المبالغ لازم تشجع الواحد، لكن انتم من داخلكم كنتوا تحبون كره القدم، تحبون اللعب لمجرد لعب كره القدم. اي يعني 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 تخيلي احنا الفريق الاول يعني مو الاول قول الاول 19 20 يعني ما رحت التمرين ذاك اليوم. مباراة بالسكة لعبنا اللعبة. كان بالغاتسية. منطقتنا بالغاتسية. أنا قاعد ألعب التفت على الخط ولا المدرب والمشرف واقفين. مدرب لابس دريك شورت أخضر بالغاري. واصلك لي مكانك. ليه الملعب. إيه. اليوم أنا خليته مباراة نار حامية في اللعب. خلص الشوط الأول. كان أروح له. قلت له ها كابتن. أقول ليش مو جاي التمرين؟ قلت له خلص المباراة ويك. شوفي خلاص كان ياخذ المشرف يروح. انا صراحه استحيت على وجهي. قلت المدرب واقف واصل لمكاني والعب جيم ثاني. قلت لهم يلا في مال الله. كنت ايام اسوق يعني الحكي هذا 76 77 كان سيارتي تلف اروح النادي. من عقبها بعد يعني يوم اللي فيه تمرين ما قمت العب. فالسكه او لعب السكه هو لعب وناسه لعب لان النادي لعب يحكرك يقيدك يقيدك اي يعني ما تقدر يعني تبرز في كل شيء. انا بالسكه ترى العب دفاع ما العب هجوم. ما تلعب هجوم؟ لا العب دفاع. القوار محرومين منها بالسكه. زين ليش محرومين احنا من المواهب الحين ابو خالد؟ يعني خالد قال لكن احنا ليش محرومين من المواهب الحين ولا ما عندنا مواهب اصلا؟ شوف والله هو عندنا يعني وين. مو عندنا اللي احنا التوب لا عندنا بس شنو يبي لهم؟ يبي لهم صقل، يبي لهم اهتمام، يبي لهم عنايه، يبي لهم تدريب، يبي لهم فهم هم لازم هو اللاعب ثقافه يعني انا مع احترامي يعني هاللاعب كنت جدا احبه عيد الرشيدي. عيد ايش فيك؟ انا اقول لك الحين ايش فيك؟ العام وهالسنه ايش فيك؟ ليش ما تهتم في نفسك؟ ليش ما تحط بالك على نفسك؟ يعني انت كنت اخر شيء لاعب الجوله هو افضل لاعب في الجوله؟ لاعب اساسي اول مره يلعب اساسي بالموسم دائما احتياط. ليش؟ اكيد فيهم عنده مشكله. فهذيل لازم احنا نحتويهم نجيبهم. مبارك الفناني مستواه في نزول في نادي الغاتسيه في نادي السالميه كان افضل. فاكو مشاكل، اكو مشاكل فنيه، اكو مشاكل اداريه، اكو مشاكل نفسيه. هذيل مواهب ترى والله مواهب يعني لازم احنا نهتم فيهم. عندنا مدافعين مواهب، عندنا لاعبين نص مواهب. فالاهتمام قل صراحه، الاهتمام قل. ما في اهتمام لا من الاتحاد ولا من الانديه. أو من اللاعبين يعني الحين الاتحاد تو قاعد يخطي خطوة إيجابية. ما عندنا مشاركة الحين خذ المنتخب وده معسكر راح معسكر. عندك خبر لاعبين الغاتسية مراحين؟ إيه قالوا لك ما الموضوع هذا بغض النظر أنا أتكلم ما تلزمني لأنه مو في الفيديو يعني أنت ما تلزم اللوائح صحيح ما تلزم. لكن هذه فرصة حق هذا اللاعب خليه يروح يحتك. بيلعب مع منتخب يمكن ليبيا راح يلعب مع منتخب أوغندا يمكن راح يلعب مع غانا خليه يحتك حتى لو يكون محلي مو العالمين خليه يروح يلعب. احنا دائما نطلب اللاعبين انهم يحتكون مع فرق اقوى منهم واكبر منهم عشان يكتسب خبره. اما انك انت قاعده نيحم قاعده بالكويت شو تسوي فيه؟ قاعد تدرب بفريق بيطلع معسكر. اذا طلع معسكر كان بها ما طلع يعني هاي خساره صراحه. انا اعتبرها يعني ما ادري القادسيه شنو وجهه نظرهم ما ادري. خالد بما انك احد المواهب اللي انظلمت او تحس انك انظلمت شنو الرساله اللي ودك توجهها وعقب كلام الوالد؟ والله اذا اللاعب عافيه عليك اذا اللاعب هو نفسه مثل ما قال كلام انا اختلف معاه بشغله صغيره. اذا اللاعب هو ما خاف على نفسه ما اهتم بنفسه اقول لك والله المبالغ هذه لو تندفع لي ارد العب الحين. انا الحين عمري الحين بكمل 41 سنه والله ارد العب عمرك كله يا رب ارد العب. انا هالمبلغ هذا اللي يدفعون لي اياه وقتها قبل احنا كنا يمكن اعلى واحد فينا كان ياخذ نص المبلغ هذا ولا بعد تحب بروس والانديه ويلا اهتم بنفسك. على قولة نادر لاعبين عندنا لاعبين الانديه قاعد تهتم فيكم مفرغتكم طول السنه صح. معاش محترف خلاص غير عقد مال النادي غير عقد النادي يعني انتم شنو تبون اكثر من كذي؟ اهتموا بنفسكم، انتم ما قاعد تحسون بهالشيء لان ما حاشكم اللي احنا حاشنا. نادر اقول لك شغله احنا اللاعبين اللي مروا على جيلنا انا 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 لعبت مع بشار لعبت مع فرج لعبت مع بدر لعبت مع فهد الفهد محمد شراغ بالنص لاعبين لو اقول لك راح تتعب
راح تتعب من الأسامي اللي موجودين بوقتنا. هذيل الحين تقول لي في لاعبين، أبوي يقول في لاعبين، أنا أختلف معه، ما في لاعبين، هم الأربعة اللي قدام ماكو غيرهم، بس يداور ما بينهم يقط واحد يلعب ثاني. من اللاعب الجديد والألويه الجديد اللي على المنتخب؟ ما في. والدليل حتى الأولمبي والشباب يقول ما في. مو حافظين أساميهم. أنا أذكر مع التقدير والاحترام في مباراة لعبنا كنا الأولمبي أو الشباب نطقينا 12 ما أدري 9 يعني قبل كم سنة يعني ما في دليل. يعني إحنا لما لعبنا منتخب الشباب الجيل اللي قبلي اللي أكبر مني يعني لعب منتخب الشباب وصل للنهائيات، ففي فرق. المحترفين يعني على بعد تقريبا دقيقتين ثلاث من الختام ليلى، المحترفين منو افضل محترف يعني زعملته او شاهدته خالد؟ انا بالنسبه لي هو واحد فراس الخطيب. فراس الخطيب بلا منازع. ابو خالد شارك الراي والله، ولا عندك انت في بالك ايضا محترفين سواء دربتهم او تابعتهم؟ يعني شوف هو دائما الواحد دائما يتكلم عن المهاجمين صح، يعني فراس صراحه الواحد ما يقدر ينتقده ولا يقدر عنه، لاعب واعتقد هو الان اعلى سقف في 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 الاهداف بالدوري الكويتي. ولكن عندنا منصور عياندو، يعني انا اتكلم عن العربي، منصور عياندو، توفيق بلاغه، القادسيه كانوا جايبين يعني مدربين لاعبين ما تحضرني، نادي الكويت هم كانوا جايبين لاعبين، يعني كانوا في على مستوى ثقيل كانوا. اما الان انا اللي اشوفه الحين صراحه خصوصا من الدول الافريقيه، خلينا نكون صريحين، يعني اللاعبين يعني ما بقول هارد لك، لاعبين صراحة أقل من المستوى، أقل من مستوى الوطني. من يأخذ الدوري بعيدا عن العاطفة والأمنية، من يأخذ الدوري؟ بالنسبة لي أنا العربي. لا. هذه أمنية ولا توقع؟ لا. توقع كفريق إيه؟ يمشي صح العربي. الأبو والابن يتوقعون العربي بطل الدوري، وان شاء الله يصدقون عشاق النادي العربي ان شاء الله الأم والابن يصدقون ان شاء الله. اللاعب الكبير النجم الكابتن احمد خلف وخالد احمد خلف، شكرا جزيلا لوجودكم معنا، حياكم الله. مشكورين والله وسعد بوجودكم، عسى ربي يوفقكم دائما ويسعدكم يا رب العالمين رأيي وين ما كنتوا. احنا وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، يا رب تكون وفقنا في تقديمها. شكرا لك نادر، ونشكر مشاهدينا على حسن متابعتهم، في أمان الله.